معك حق يا سنة، يلي رح اتزوجه اليوم نفسه الشخص اللي بحبه من كل قلبي، بس أنا كيف بدي قلك إنه هذا الحب بس من طرف واحد ومانو كامل، لأنه الطرف الثاني خاين وكذاب. هيا انت شو عم تعملي؟ انت رح تتزوجي اخي رهات حتى بعد ما عرفتي الحقيقه كلها؟ Thank you.